نحن أبناء محمد الصدر، نحن أبناء سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، نقف اليوم احتجاجا على ما فعلته السويد و يعني مواطنيها، واعتراض على هذا العراق اللي اليوم أعرق القرآن، وهو القرآن دستور العراقيين. هؤلاء العراقيين أبناء محمد الصدر يقفون احتجاجا، أين المسلمون؟ أين أتباع أمير المؤمنين من القرآن؟ يجب ولا استنكر الاعتداء الغاشم الذي قام به المواطن السويدي، وهذه ليس بكل مرة، تعددت المرات من الحكومة من الدولة السويدية بحرق القرآن الكريم. ونوجه كلامنا ونداءنا إلى كل المسلمين في بقاع العالم أن يدافعوا عن كلام الله، عن دستور الأرض، عن دستور المحاكم العليا، عن دستور البشرية. ونشيد، وهذا العمل المشين وهو مسؤولية كل مؤمن وإنسان على وجه الكرة الأرضية. أصدر السيد مقتدى الصدر تغريدة بسبب التجاوز الذي حصل في دولة السويد على القرآن الكريم وعلى شخص النبي صلى الله عليه وآله. الآن احنا متجمعين بالناصرية في شارع الجمعة مركز المدينة، أيضا في كل الأقضية أكو تجمع واستنكار، وراح يصير به حرق علم المثلية، وراح يعني شبابنا أو ناسنا ما راح نسكت، لأن هذا تجاوز على رموزنا وعلى كتابنا.